زكريا، خير؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا كنت جاي اطمن على حنين، هي ما راحتش الشغل ليه النهارده؟ هو انت بتراقبها ولا ايه؟ مش هتقولي اتفضل؟ احنا برضو اهل، في بيننا وبين بعض عيش وملح، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، بس الظاهر ان انت اللي نسيت يا زكريا. احنا قفلنا الموضوع ده قبل كده وخلاص، كل اللي يهمنا دلوقتي مصلحة البنت وسمعتها. أرجوك أرجوك يا زكريا ما تبقاش أناني. أناني؟ بعد كل اللي استحملته ده أبقى أناني؟ 15 سنة في السجن محرومة من بنتي، وكتمت السر اللي أنت عارفاه عشان ما أجرحهاش، في الآخر برضه أبقى أناني؟ بنتك هي بنتي، وما تنساش إن أنا ضيعت عمري كله علشانها وما تخليتش عنها، ربيتها وكبرتها وخليتها عروسة على وش جواز زي ما انت شفتها، عروسة زي الفل. ما تضيعش كل حاجة، كمل طريقك للآخر يا زكريا. بنتك لو عرفت الحقيقة النهاردة يبقى لازمتها ايه ال 15 سنة اللي انت قضيتهم في السجن؟ ولا انت كنت فاكر يعني بنتك اللي عارفة انك مجرم وقاتل اول ما هتشوفك هترمي في حضنك؟ زكريا اللي بيحب حد بيحب يشوفه سعيد. وأرجوك امشي دلوقتي قبل ما حنين تاخد بالها.